كل اللي حلمت بيه كانت حاجة واحدة بس، إن أشوف المخروبة دي بلد حرة مستقلة بجد. طول دقنك شوية عشان الحوار يكمل يا ريس. يا عم مش محتاجينها، حلوة أوي كده. ما تقول معايا يا أوراني. غينا يا ريس. السياسة؟ نجاسة. والمستغاطي بمصر؟ ياه. ونصيحة يا ابني. البلد دي ده لو ينفع إنها تتسمى بلد أصلاً مش بتاعتنا، دي بتاعتهم هم وعيالهم وعيال عيالهم من بعدهم. يعني ما يتيم ما يتيم. كبروا كرامتنا بقى.